أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. عن ثقافة التعذيب في العراق كتبت هيفاء زنجنة مقالا في صحيفة القدس العربي، جاء فيه: يصر المسؤولون العراقيون في لقاءاتهم الدورية مع ممثلي منظمات الحقوقية الدولية على إنكار ممارسة التعذيب في أماكن الاحتجاز، وحالما يواجهون بشهادات ووثائق تثبت العكس يلجؤون إلى القول بأنها حالات منعزلة وليست ممارسة منهجية أو واسعة النطاق، وهو ذات التبرير الذي طالما قدمته إدارة الاحتلال الأمريكي حين كانت قواتها تمارس الانتهاكات والتعذيب ضد المعتقلين العراقيين أو حتى القتل، ملقية اللوم على بضع تفاحات فاسدة، ولا تختلف صيغ الإنكار من وزارة إلى أخرى، ومثالها النفي المطلق لحدوث حالات تعذيب في السجون، كما فعل المتحدث باسم وزارة العدل قائلا إن السجون التابعة لوزارة العدل تخلو من التعذيب، حين جوبها بتقرير للأمم المتحدة أوضح أن أساليب التعذيب تشمل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والوضعيات المجهدة والخنق، بالإضافة إلى العنف الجنسي. ولنفترض صحة التصريحات الحكومية العراقية عن الحالات الفردية المنعزلة لبعض الجلادين المصابين بعقد سادية، وأن التعذيب هو الاستثناء، فلما لم يتم تنظيف السلة من التفاح الفاسد في السنوات العشرين الأخيرة في ظل النظام الحالي؟ ولما تواصل المنظمات الدولية والمحلية إصدار التقرير تلو التقرير موثقة حالات تعذيب مرعبة بلا توقف على مر السنين، من بينها 7 تقارير أصدرها مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي؟ يكمن الجواب البسيط لمثل هذه التساؤلات في أن ممارسة التعذيب في العراق ثقافة شائعة ومبررة ومستساغة لدى القوات الأمنية وأجهزة الشرطة والميليشيات بكافة مستوياتها وبكل مواقع الاحتجاز والسجون، يعززها مناخ الإفلات من العقاب والإيمان بأن التعذيب هو الوسيلة الأفضل والأسرع لاستخلاص الاعتراف أيا كانت طبيعته، كما أن الإعدام هو الحل الأفضل للتخلص من المتهمين الذين غالبا ما يعترفون بارتكاب كل الجرائم المطلوب منهم الاعتراف بها جراء التعذيب، حتى يقال أن متهما اعترف بتفجير نفسه مرتين. وزاد التعذيب انتشارا دور المحتل الإنجلو أمريكي في إبداع أساليب معاملة مبتكرة بحق المعتقلين رجالا ونساء، كما شاهدنا في أبو غريب والمعسكرات الأمريكية والبريطانية، وحين أزكمت الأنوف رائحة الانتهاكات والاعتداءات الفاضحة قررت إدارة الاحتلال غسل يديها من دماء المعتقلين، فقامت بتسليمهم إلى جلادين محليين متواطئين معها، مانحة الضوء الأخضر باستمرارية الاستخدام الممنهج للتعذيب والتغاضي عنه. وتضيف الكاتبة هيفاء زنجنة: لم يعد السؤال بصدد معاملة المعتقلين جراء كثرة الانتهاكات هو هل هناك تعذيب أم لا، بل أصبح السؤال عن مدى منهجية التعذيب وشموليته وأنواعه، حيث أصبح التعذيب حقيقة واقعة لا تقبل الإنكار مهما كانت تبريرات الساسة العراقيين. حسب بيان صادر عن وزارة العدل، فإن السلطات تحتجز ما يقرب من 50,000 شخص للاشتباه بصلاتهم بالإرهاب، وحكم على أكثر من نصفهم بالإعدام. من مفارقات الوضع المأساوي أن العراق وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في عام 2011. من هذا المنطلق بحثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 26 نيسان أبريل عام 2022 التقرير الدوري الثاني للعراق، وأثناء الحوار التفاعلي مع اللجنة وكالعادة أنكر ممثلو العراق وجود التعذيب، على الرغم من تلقي اللجنة تقارير تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين بما في ذلك في المنشآت الخاضعة لسلطة القوات الأمنية يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة. فندت اللجنة العديد من الادعاءات الرسمية
ومن بينها ادعاء السلطات أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العراقية لا تعتمد على الاعترافات وحدها بل على مجموعة شاملة من الأدلة، حيث وجد أعضاء اللجنة أن الاستجوابات التي تجريها قوات الأمن في الممارسة العملية تهدف بشكل عام إلى انتزاع الاعترافات مما يساهم في إجراءات قسرية، وأن الآليات القائمة لتلقي شكاوى التعذيب والتحقيق فيها لا تؤدي عمليا إلى مساءلة جادة لمرتكبي التعذيب بعد مناقشة الإطار القانوني العراقي لمكافحة التعذيب وعدم مراعاة الضمانات القانونية. أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة على نطاق واسع وعدم المساءلة عن مثل هذه الأفعال. كما تم أيضا التطرق إلى معاملة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وكذلك الانتهاكات التي حدثت في سياق احتجاجات عام 2019-2020، فتوصلت اللجنة إلى حصيلة مفادها أن العراق لم يحرز أي تقدم في هذا المجال منذ آخر مراجعة في عام 2015. استوقفت اللجنة كما في كل التقارير الدولية الأخرى سرعة إصدار أحكام الإعدام وكثرة تنفيذها، فعلى الرغم من حقيقة أن نظام العدالة الجنائية معروف بالاستخدام الواسع النطاق للتعديل والإكراه على الاعترافات، وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، نفذت السلطات العديد من عمليات الإعدام. يقول الكاتب إياد الدليمي: على الرغم من قراره سحب كتلته الفائزة في انتخابات 10 من أكتوبر تشرين الأول الماضي وتقديم استقالاتهم، يبدو أن مقتدى الصدر ما زال قادرا على أن يلعب بإعدادات العملية السياسية في العراق كما يشاء ووقت ما يشاء، غير أن واقع الحال يؤكد أن انسحاب الصدر من البرلمان وترك الساحة السياسية أمام قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة سيكونان بمثابة إعادة ترتيب أوراق العملية السياسية وإعادة ترتيب مقاعد القوى السياسية بطريقة مختلفة ربما عما مضى. تتوارد أنباء عن خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي، هناك شعور جارف لدى بعضها أن الصدر ربما حفر لهم قبرا أضيق من نفق بكثير، فهو اليوم لا يمتلك شارعا مطيعا فحسب، إنما شارع حانق، شارع كان يعتقد أن فوز نوابه بالكتلة الأكبر سيسرع في تقديم ملفات خبية كبيرة وكثيرة لهم، لكنهم فجأة وجدوا أنفسهم خارج إطار هذه اللعبة. ولك أن تتخيل ما يمكن أن يفعله هذا الشارع إذا ما طلب منه مقتدى الصدر أن يتظاهر مطالبا بحقوقه، غير أن قوى إطارية أخرى ترى أن بالإمكان تسريع تشكيل حكومة خدمية تستفيد من الفائض المالي الذي وصل إلى نحو 70 مليار دولار بحسب وزير المالية العراقي علي علاوي، وما يمكن أن تحققه هذه الأموال من توفير خدمات سريعة وعاجلة لإسكات الشارع الغاضب وأيضا لسحب البساط من تحت أقدام مقتدى الصدر وتقديم حكومة قادرة على أن تفعل ما عجزت عنه حكومات سابقة. لكن حكومة خدمية وطنية وإنجاز نهضة اقتصادية وبناء واستثمارا كما تحدث عنه نوري المالكي ستصطدم بنظام فاسد وعصابات على شكل أحزاب سياسية وميليشيات مسلحة متغلغلة في جسد الدولة العراقية، ما يعني أن هذه الأحاديث تبقى أحلاما لا مكان لها في عراق مزقته سكاكين الطائفية والفساد والمحاصصة. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا أعدته كارول ديمرجيان، قالت فيه إن الولايات المتحدة تكافح لمواجهة الاستفزازات الروسية والإيرانية في الشرق الأوسط. وفي التقرير الذي أعدته من قاعدة التنف العسكرية في سوريا، قالت الكاتبة إن سلسلة من المناورات العسكرية الإيرانية والروسية ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط دفعت القائد الجديد للمنطقة إلى خلق نوع من الردع المبكر بدون أن يثير نزاعاً واسعاً، وهي مشكلة مزمنة اكتسبت أهمية جديدة في ظل عدم الاستقرار العالمي الناجم عن حرب موسكو في أوكرانيا. قالت إن الجنرال مايكل إيريك كوريلا الذي تسلم مهمة قيادة القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط هذا الربيع التقى في حزيران يونيو بعدد من الجنود الأمريكيين البالغ عددهم تقريباً 300 جندي،
إضافة إلى قوات العمليات الخاصة والمتدربين الأجانب في قاعدة تنف شرقي سوريا. وحدثت زيارة بعد أيام من هجوم مقاتلات روسية على موقع عسكري تديره المعارضة السورية داخل التكنات العسكرية. وزعم المسؤولون الروس أن انفجار عربة جرح فيها جنود في جيش النظام السوري كان وراء الهجوم، وأنهم أبلغوا الأمريكيين به قبل 35 دقيقة من وقوعه. وتضيف الصحيفة أن الهجوم الروسي على التنف لم يؤدي إلى إصابة أي من الجنود الأمريكيين، وكان هذا بعض العزاء القليل لكوريلا الذي قال إن أعداء الولايات المتحدة يحاولون تأكيد هيمنتهم في المنطقة، والمراهنة في نفس الوقت أن الولايات المتحدة لن تقوم برد حركي. وقال كوريلا سيحاولون الدفع بما يرون أنه محدودية تحملنا وإعادة بناء خطوطنا الحمر. وتدخل أحد الجنود قائلا نحن مستعدون للتخلي عن المقود حين الوقت. وابتسم الجنرال قائلا ليس لدي أي شك. وتقول الكاتبة إن شهر حزيران يونيو شهد سلسلة مما وصفها القادة العسكريون الأمريكيون باستفزازات وتصعيد وأعمال غير آمنة وغير حرفية من الروس وإيران. نشرت مجلة أتلانتيك مقالا لتوم ماكتاغو قال فيه إن الحرب الأوكرانية أثارت مخاوف أوروبا حول ما تؤمن به أمريكا والقصة التي تعتقد أنها مهمة. وأضاف أنه بالنسبة للمسؤولين والساسة في أوروبا فإن الخوف الذي يثيرهم عندما ينظرون إلى الحرب في أوكرانيا وماذا سيحدث لو فقدت الولايات المتحدة اهتمامها في أوروبا كما فعل ترامب. بالنسبة للآخرين مثل فرنسا فالدور الأمريكي هو مصدر للتبعية وليس مجرد عار بل وضعف. وربما اهتمت أمريكا اليوم بتقديم السلاح لأوكرانيا إلا أن الوضع قد يتغير لو عاد دونالد ترامب. وكما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأيا كان الرئيس في أمريكا فعندما ينتهي كل هذا ستظل روسيا وانشغالاتها ومخاوفها ومصالحها وأساطيرها كما كانت في الماضي. وعليه فإن أوروبا عالقة بين كارثتها المباشرة على أبوابها ونزوات الناخب الأمريكي. والسؤال هو إن كانت أمريكا لا تزال قادرة على الدفاع عما قالت عنه مرة العالم الحر في ظل رئاسة ترامب بالمستقبل، وإن كانت لا تزال تملك الإرادة لعمل هذا. واعتقد جورج دبليو بوش أنه يقوم بتحرير العراق وأفغانستان وأن ما يقوم به جيد للجميع لو رأى الناس المنفعة، بل وكان التدخل في فيتنام جزءا من هذه الفكرة. فالقوة الأمريكية كانت مهمة لحماية الفيتناميين من الشيوعية، وهي قوة كانت ضرورية لحماية العالم أجمع من الشيوعية. وبشكل متساو لم تنظر الدول القريبة مثل باكستان وإيران والصين لوصول القوات الأمريكية بأنها قوى غير مهددة، ولم تقتنع هذه الدول مهما أنفقت أمريكا من أموال أن وجودها مفيد لها. وأكثر من هذا ففي كل هذه الحروب لم تكن الولايات المتحدة مهتمة قدر اهتمام هذه الدول التي لا تملك خيار إنهاء المهمة والفرار. وفي كل حالة فقد حددت الجغرافيا المصالح. حق للجزائريين أن يفتخروا بثورتهم فهي عظيمة واستثنائية، بحسب الكاتب توفيق رباحي في مقاله بموقع عربي 21. بحلول هذا اليوم من العام 2022 تكون قد مرت 60 عاما على استقلال الجزائر. لقد سكن هذا اليوم المجيد وجدان الجزائريين وأرواحهم، رغم أن وقف إطلاق النار وبعد مفاوضات عسيرة بين الثورة وفرنسا الاستعمارية دخل حيز التنفيذ يوم 19 من آذار مارس من عام 1962. أما 5 من تموز يوليو فاختاره الجزائريون ليكون نهاية فرنسا الاستعمارية، لأنه يتوافق مع تاريخ بداية احتلالها لهذه الأرض في اليوم ذاته من سنة 1830. ويضيف الكاتب اليوم وبعد كل هذه السنين أقول لا لوم على جزائري لم يسمع من والده أو جده أو خاله قصصا عايشها عن جرائم تفنن الجنود والضباط الفرنسيين في ارتكابهم في ساحات القتال وفي السجون ومراكز الاعتقال الجماعي المنتشرة في كل أرجاء البلاد. رغم كل شيء
آلام الفترة الاستعمارية وجراحها الغائرة، إخفاقات دولة الاستقلال وأخطاؤها، أخطاء مختلف الذين حكموا البلاد بعد ذلك اليوم إلى اليوم، لصوصية بعضهم، دكتاتوريتهم، ظلمهم بعضهم البعض وللجزائريين، جرائم بعضهم بحق البلد، رغم التصفيات الجسدية والمعنوية ورغم المزورين وسماسرة التاريخ، لا شيء يجب أن يقلل من عظمة ما حققه أجدادنا الفقراء الأميين، البسطاء الجياع المتسلحين فقط بإيمانهم بالله وبأن النصر ينتظرهم في نهاية ذلك الليل الطويل المؤلم. من حقي وواجب كل جزائري أن يفتخر ويبتهج بما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات قل نظيرها في سبيل تحرير الأرض والإنسان من عبودية وذل وظلم استمرت 132 سنة. عدا فلسطين لم يجرب مجتمع في المنطقة العربية ذلك الاستعمار الاستيطاني البغيض الذي حاول اقتلاع الجزائريين من أرضهم وذواتهم. كان الاستعمار الأوروبي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط أشبه بالسياحة، استقلت مجتمعات في الجوار القريب والبعيد من دون أن تطلق رصاصة ومن دون أن تخسر قطرة دم أو تذرف دمعة. ليس لأن الجزائريين مجانين يسترخصون حياتهم، وإنما لأن طبيعة الاستعمار كانت تتطلب ذلك، إما أن يقتلعك أو تقتلعه، أن ترضى به وتستسلم له أو تنتفض ولن تعود خطوة إلى الوراء حتى تنتزع حريتك أو تهلك دونها. الجزائريون فضلوا الخيار الثاني، يجب أن تكون جزائريا لتدرك عمق هذا الشعور الاستثنائي، من الصعب أن يستوعبه غير الجزائري مهما شرحت له، وقد يبدو له في الأمر خليط من المبالغة والخيال. بدأ الجفاف الناجم عن شح الأمطار في منطقة الأهوار جنوبي العراق يؤثر سلبا على تربية الحيوانات، مصدر الدخل الوحيد لسكان المنطقة. وبرز الجفاف في مناطق واسعة من الأهوار التي يغذيها نهر الفرات في محافظة ذي قار إثر انخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. ويساور القلق والحزن سكان الأهوار الذين يعملون في تربية الحيوانات ويعتمد معظمهم على المياه من تحول منطقتهم تدريجيا إلى صحراء. وقال الطبيب البيطري في منطقة الأهوار أسام أسدي إن الجفاف الناجم عن ندرة الأمطار وإهمال الحكومة أثر بشكل خطير على تربية الحيوانات، وأشار إلى وجود مشاكل في إدارة المياه إلى جانب تلوث التربة والهواء في المنطقة، لافتا أن فشل الحكومة في تنفيذ الخطط والمشاريع ترك أهالي الأهوار في مواجهة حياة مظلمة. للكاريكاتير أسلوب خاص في نقد الواقع. وفي الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.